هل كانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر موفقة بمونديال قطر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، أنا درويش معوض، برحب فيكم بهذه الحلقة اللي بدي أتكلم فيها عن موقف وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر بمونديال قطر. يعني هلأ وزيرة الداخلية الألمانية جاي على مونديال قطر عشان منتخب بلدها يلعب كرة قدم، ولا عشان منتخب بلدها يروج للمثلية؟ واللي هي نسيت انها بتمثل دولة عظمى إلها علاقات تاريخية واقتصادية وتجارية مع العالم الإسلامي والعربي. وزيرة الداخلية هاي جاي على مونديال قطر لابس إشارة حب واحد تبع المثلية، وبتطالب وضع شعارات لدعم المثليين بمونديال قطر، وبدها منتخب بلدها يهبط من مطار الدوحة بطائرة رافعة شعار دعم المثليين، وبعد كل هيك شلح جاكيتها عشان تفرجي شعار المثليين لكل العالم، يعني ولا تغلب. طيب ما هو من الأول حكت لكم الفيفا وحكت لقادة كل منتخبات العالم إنه اللعيب اللي بتلبس إشارة المثلية راح يقضي بطاقة صفراء، وإنه أنت حكومتك لازم تحترموا خصوصيات دولة قطر الإسلامية العربية. كل إشي كان واضح لك من البداية قبل ما إنك توصل على مطار قطر، وما حد جبرك أصلاً إنك تيجي على بلد عربي مسلم بيرفض المثلية وبيحترم دينه وهويته الإسلامية، واللي أوله شرط آخره رضا، فيا بتعدي يا بتمدي، مش هيك بيقول المثل العربي؟ إيش السلوك المثير للجدل هذا لما أنت كوزير الداخلية لدولة إلها احترامها بين الدول مثل ألمانيا بتيجي على بلد عربي مسلم أنت عارفه أنه بيرفض المثلية وبدك تغيري له مبادئ دينه وهويته وعاداته وتقاليده؟ أنا بتسأل، أنت كوزيرة أنت فاهمة إيش معنى التفاعل الحضاري والثقافي بين الشعوب، ولا أنت لساتك عايشة بعقلية الإمبراطوريات أنه أنت السادة وإحنا العبيد واللي بيمشي عندكم لازم يمشي عنا؟ أنت لما كنت بقطر شفت بعينك أنه كيف كل شعوب العالم تفاعلت مع بعضها البعض بسعادة ومحبة وما خصش لموضوع المثلية والجندر بنجاح المونديال. وخليني أحكي لك، لو لا سمح الله فشل المونديال قطر بكل إشي وبس نجح بإظهار هذا التفاهم والتقارب بين الشعوب الإسلامية والعربية من جهة وبين كل شعوب العالم من جهة ثانية، لكان هذا أكبر نجاح لمونديال قطر، ولاستحق مونديال قطر وبكل جدارة لقب دعوة التعارف من العرب والمسلمين لكل شعوب العالم. أنا بستغرب والله كيف أنت كوزير الداخلية لدولة عظمى مثل ألمانيا لساتك مش قادر تفهمي شو معنات التفاعل الحضاري والثقافي العفوي والتلقائي والطوعي بين شعوب العالم، وإنه ما بصير إنك أنت تيجي على دولة عربية مسلمة تفرض عليها طريقة حياتك. هذه عن جد مهزلة. كان المفروض أنه أنت كوزير الداخلية لدولة عظمى مثل ألمانيا أنك تعملي لصالح شعبك، هذا الشعب اللي راح يتكتك من البرد هذا الشتاء، وتستغلي فرصة أنك أنت موجودة بقطر وتجيبي معاك وزراء الخارجية والطاقة والصناعة والتجارة والمالية، وتسوي عقود غاز ونفط مع دولة قطر ومع الدول الإسلامية العربية بدل ما أنك أنت داقة بالمثلية. كان من حسن إدراكك أنه أنت لما كنت بقطر تحاولي تعويض نقص إمدادات النفط والغاز الروسي عشان شعبك ومصانعك، مش تيجي تفرضي على العرب والمسلمين طريقة حياة أنت بدك إياها بتتنافى مع دينهم وهويتهم ومعتقداتهم. أنا والله بتسائل أنه هيك وزير الداخلية هي فاهمة شو معنات أنه يقل أو ينقطع إمدادات الغاز والنفط على ألمانيا، على مصانعها، مستشفياتها، مدارسها، شوارعها، موانيها، إنشاءاتها، أسرها، عائلاتها، مجتمعاتها؟ أكيد هي مش فاهمة هذا الموضوع. المفروض هلأ لو ألمانيا بتعرف صالح شعبها أنها تقدم اعتذار رسمي لدولة قطر وتبدأ بتأمين مصدر للطاقة من قطر والدول العربية بدل عن المصدر الروسي، وتبدأ تفتح أسواق جديدة إلها عشان اقتصادها ما ينشل وتجارتها ما تدهور. كان على هاي وزيرة الداخلية انها تدرك انه علاقتها التجارية مع الدول الاسلامية والعربية اهم لها من قضية المثلية، وانه مجتمعاتها مجتمعات مدللة مش متعودة على القلة والفقر والعازة، وخاصة بظل هذا التضخم الاقتصادي. بس يمكن هاي الوزيرة مش عارفة شو اللي عم بصير في بلدها. لكن الرد الحقيقي على هاي الوزيرة ما راح يجي من شعوبنا، لانهم اصلا ما بسمعوش لشعوبنا ومش مهتمين اصلا شو شعوبنا عمالها تفكر او شو شعوبنا عم بتقول. الرد الحقيقي على هاي الوزيرة راح يجي من شعبها الالماني ومن الشعوب الغربية اللي هو اصلا بيرفض المثلية، لكن هم ما عمال بفرجوا انه هاي الشعوب او ما عم بحطوا بالميديا انه هاي الشعوب الغربية هي مش متقبلة لقضية المثلية.
بنهاية هذه الحلقة أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون وضحت وجهة نظري بهذا الموضوع، وكمان أرجو من الله سبحانه وتعالى أن الحكومات الغربية تبدأ تفهم أن عهد النظام العالمي الجديد بدأ بالتهاوي والسقوط، ويبدأ يتعاملوا مع الشعوب الثانية على المبدأ الإسلامي القائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وكالعادة أنا قضيت وقت ممتع جدا بالتواصل معكم، وإذا أعجبكم محتوى القناة فبيسعدني وبيشرفني أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم الحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأترككم برعاية الله.